لو الحكاية فيها إن فيجو بعد 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 35 سنة خدمة هقبض 1000 جنيه والهيب عندي 60 سنة بإيدك يا سيسي يا سيسي ده ما صدقنا إن أنت جيت معانا جيت مصر المصر للمصر اعمل معروف خلي المعاش على الأقل تلتين الأجر أو نص الأجر مش ربع الأجر يا سيسي اعمل معروف احنا انتخابناك انتخابات حرة نزيهة ونجحت بالنزاهة اللي احنا نازلين النهاردة بنحيي الجيش بنحيي الشرطة احنا لا نخاف الإرهاب انما احنا بنخاف يوم سلعين انا معقولة بعد ما اخد 4000 اخد 1000 جنيه وانا عندي عيلين العيل مصروفه باليوم 20 جنيه والدرس الخصوصي بياخد مني 30 جنيه ده لولا ربنا ساترها معايا بالورث لكنت اشهر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر